ناس كمان ممكن توقفك شوية عن حلمك، تقولك انت اوريدي عندك شغلانتك الأساسية، انت رايح تجري ورا حلم، يا عالم هيطلع صح ولا لأ، ويا دي عالم انت حقيقة. اصلا بتعرف تكتب ولا لأ، ولا دي موهبة ولا انت بس اللي شايف كده. ففي ناس اكيد كانت بتوقفك بصي في الوقت ده ده تقولك ركز طبعا في شغلك. طبعا الحاجة اللي أنا كنت بدفع تمنها، كنت دايما بقولها سلاح ذو حدين، إن أنت تبقي ناجحة في حاجة وعندك حلم في حاجة تانية صعبة أوي. يعني مرة كنت في انترفيو كانوا بيتكلموا إن هو أنت بتكتب بأعصاب هادية عشان أنت أوريدي عندك بيزنس ناجح. فهي النقطة إن لو ما كانش عندي بيزنس ناجح كان ممكن الناس تبقى شايفة إن أنا أبقى فايتر أكتر في الحاجات التانية، ما عنديش حاجة أخاف عليها. بس هي النقطة التشالنج اللي كان عندي إن أنا عندي اللي أخاف عليه، فإن أنا يبقى عندي اللي أخاف عليه وحارب في جهة تانية دي مش سهلة. صح، وده فعلا يعني أنا مريت في وقت كتير قوي ما دي نفسي كومفورت زون، طبعا يعني انت في كومفورت زون، انت في شغلك ومرتاح وكل حاجة وناجح فيه، فاطلع من كومفورت زون عشان احارب في صعبة مجال جدا مش مجالي ومعرفش الناس اللي فيه والناس دي صعبة جدا هتتقبلني وابقى واحد منهم صعبة ولا لأ. جدا. يعني أنا فعلا كان نفسي أرمي الفوطة، يعني كان نفسي أستسهل إن أنا ما أكملش. بس سبحان الله يعني دايما توفيق ربنا إن هو بيبعت لك يعني إشارات. مايلستونز كل فترة كده تسندي عليها. يعني أنا أول رواية اشتغلت وصلت لنجاح مقبول كأول رواية، فكتبت تاني رواية فمضيتها رغم انها ما اتنفذتش مع المنتج الجميل الدكتور خالد حلمي، فادتني امل ان انا اكمل. بعد كده بعديها بفتره مضيت مسلسل تاني مع استاذنا الجميل منتجنا الجميل احمد عبد العاطي واخويا الكبير مع الممثل العالمي خالد النبوي. بعد كده يمكن حتى المشروع اتاجل، بس كانت الحاجات دي بتخليني حاسس ان انا عندي حاجه تخليني اكمل. بعديها وقت الكورونا يمكن نزل لي اول فيلم سينما. الستبس دي خلتني احس ان هو لو ربنا مش شايف ان انا المفروض اكمل ما كنتش هوصل لحبه المايلستونز دي، فدي خلتني اكمل. وسبحان الله هنا يعني مشروع بتاع روحي فيك، انا بالنسبه لي انا حاربت على اكتر من 10 مشاريع مثلا اشتغلت فيهم ووقعتهم فعلا دراما وسينما. المشروع بتاع روحي فيك ما كانش مكتوب عندي قبل كده. يعني انا وهنا عشان كده دايما بتكلم مع زمايلي الروائيين تحديدا، اللي هو انا ما حدش كان بيكلمني على مدار السنين اللي فاتت يطلب مني مشروع سينما او دراما الا لما بديله حقه واديله الوقت بتاعه وبروح وكانه ده المشروع الوحيد اللي مطلوب مني. فعلى مدار الست سنين اللي فاتت او 7 سنين كان استاذ احمد اتكلمت معاه في مشروع والتاني والتالت والرابع، ما كناش بنوصل لنتائج بتاعت ربنا ان احنا نتوافق فيها. فاوت اوف نوير كنت انا مسافر بره مصر وبعت لي قال لي انا قريت لك كتير، وهنا خدت فكره الاكسبيرينس. انا قعدت سنين بكتب، مين اللي اختار القصة، المنتج كان ولا الاستاذ المخرج؟ احمد عبد العاطي. اوكي. فهنا اللي بتكلم فيه كتبت، يعني عشان كده الناس لما تتفرج على المسلسل ده مش مسلسل درامي او تجربه اولى للسيناريست، لان انا كتبت كتير يعني. فكل اللي انا كتبته ما راحش، ده كان اكسبيرينس بالنسبه لي. ومنهم الاستاذ احمد لما كان بيقرا مشروع والتاني والتالت، فلما شاف حاجه ثريلر كلم احمد عثمان بناء على اللي هو قراه شايف ان هي شبهك، بالظبط. انت فلو انا هتعرف ما كنتش تكتب ده. كتبت له الحاجات دي، ما كنتش وريت له على مدار السنين اللي فاتت الحاجات دي، ما كانش هيدور عليا في اليوم ده. عشان كده ما بيتكلم يعني the hardest you work the luckiest you get، يعني الحظ ما بيجيش الا بتعب. طبعا. فهو ان هو يكلمني ده علشان انا بقالي 6 سنين ببعت له كل شهرين حاجه. طب ما خفتش ان هي راجعة ليه كتاب يعني طبعا الدكتور كبير مرعوب مش شفت ده. يعني مصطفى محمود، يعني طبعا كل الناس بتحبه، فأكيد الموضوع كان يخوف شوية انا عن اللي انك خليني تكتب اوقع ان حاجة. انا ما كنتش اعرف الاول ان دكتور مصطفى محمود. اصلا. يعني هو الاستاذ احمد بعت لي صفحتين فيهم حاجه من كتاب قديم وكان مكتوب التوبيك تحضير ارواح، فكتاب قديم. فانا يعني قريت كده وحتى كنت بكتب ساعتها مشروعين تانيين وكنت شايف ان هم اقرب للتنفيذ، فكنت واخد كانوا واخدين كل وقت. فاستاذ احمد بعت لي قال لي اسبوع انا عارفك سريع يا عثمان، اسبوع هكلمك تكون مخلص. قلت له اكيد. كلمني بعديها باسبوع، ما يعرفش يقتلني الكلام ده. كلمني بعديها باسبوع انا افتكرته ايه، يعني انا كنت اتلهيت فلقيته عارف لو بيدور عليا بيدور عليا قاعد بقى. ايه ده الاسبوع فات. فكلمني قال لي يا احمد عملت ايه، فبدات
يعني وانا قاعد بتكلم معاه استرسل مترجلا بقى في اي حاجه. قلت له احنا هنعمل اصلا كذا 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 كذا، وانت ما كنتش مفيش حطيت حاجه ورقه خالص في قلم خالص. خالص. فقال لي طب بص معايا المخرج عصام نصار، هو اللي موجود معايا دلوقتي، عدت عليه ها؟ يعني هو يعني مش عدت ولا عليه، هو يعني هو قال اوكي يعني معلش خليه؟ يعني لسه في الاول خالص، فعادي يبقى عندي افكار متلخبطه. اه لك احمد ما بيعديش عليه حاجه، منتج تقيل ما بيعديش عليه حاجه، بس هو حس ان انا يعني فكرت في المشروع، which is اللي هو جاست انت لما تخشي في الكتابه وتقعدي فتره فيها، لما بتقري حاجه بتتحط خلاص سبكونشس عندك ان وقت معين لما هتفكري في كتابتها بيبقى عندك اوريدي لخبطه في دماغك. فانا قلت اللخبطه بس. فلما كلمني استاذ عصام كان هو ساعتها اللي موجود على المشروع اوفرول، والمشروع كان المفروض في الاول اكتر من مؤلف واكتر من مخرج، فكان هو اللي ماسك المحتوى الفني وبيتكلم مع استاذ احمد في التفاصيل. فكلمني قال لي انا هشرح لك، هديك بريف عن المشروع. فاداني بريف، اول لما اداني بريف قلت له اه لا احنا كده بقى هضطر اعيد من الاول، انا كنتش لسه بدات. يعني اتمنى ما يتفرجش على الحلقه. فبعد كده كان برضو يعني حقيقي استاذ عصام من الناس، هو من الحاجات المهمه في المخرج ان هو يقدر يخلي اللي قدامه يطلع قماش. فهو الراجل استفزني جدا لدرجه ان انا في نفس اليوم قلت له انا هقابلك، انا عندي فكره. ولغايه النهارده يعني ليه فضل ان يخليني اسيب اللي في ايديا وادي المشروع ده حقه، لان هو بالنسبه لي يعني كانت خطوه كبيره جدا، ويعني هيفضل استاذ احمد عبد العاطي ليه فضل عليا جدا في على قلمي انه اداني الثقه دي، خصوصا ان انا ما كنتش لغايه اللحظه دي لسه فاهم ان هو كتاب دكتور مصطفى محمود. انا فاهم ان انا عندي فكره عجباه عايز اتكلم عليها. طب وامتى بقى عرفت؟ لما قابلت بقى استاذ عصام في نفس اليوم فوراني برزنتيشن، فلقيت صوره دكتور مصطفى محمود. فانا طبعا شفت انا هكتبها تعرق. قال لي دكتور مصطفى محمود بالنسبه لي انا 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 طفولتي. الراجل ده متفرج على العلم والايمان ومتفرج على الحاجه بتاعته دي قامه كبيره قوي قوي قوي، وانا طفل يعني. فبالنسبه لي اسمه يخض طبعا. فبدا يطمني، قال لي هي مش روايه، هو في مشاكل جات لدكتور مصطفى وهو قال رايه، فاحنا مفيش قصه، انت هتكتب قصه، فكر في قصه تناقش الفكره، فما فيش ضغط عليك. وهنا يرجع برضه استاذ عصام ان هو قدر يعني ما يخضنيش. فبعد ما خلصت كتابه وبدات اشتغل بسال على مين الكتاب التانيين، فسمعت ان استاذنا عمرو محمود ياسين، فانا سمعت فبرضه قلت له انتوا جايبيني ليه؟ انتوا يعني اسماء كلها تخد، انا اجي ليه هنا؟ اللي هو انا عايز اروح. حسيت بقى طبعا ساعتها بقلق رعب، بس القلق ده مش هيأثر على كتابتك يعني، ولا ممكن يديك دافع انه ده لازم، ده دي فرصتي جات لي لحد عندي لازم اثبت نفسي. خوف، بصي خوف هو انا حته ان انا شفتها اوبورتيونيتي، لا انا شفتها مسؤوليه صعبه جدا.